بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع اللي راح نتكلم عنه اليوم في بداية في الجزء الأول من محاضرتنا هو توزيع الحمل المسلط بين أفراد مجموعة الركائز. يعني إذا نريد نعرف مثلا خلينا نقول بالشكل الموجود هنا في الشكل 6-12 عندنا باي اكسيال مومنت عزم يدور حول محور اكس، عزم يدور حول محور واي، والمحور اكس واي هي سنترويدال اكسس، يعني محاور واقعة عند مركز الشكل الهندسي للمجموعة، واكو حمل شاقولي هنا ضغطي مسلط على المجموعة اسمه او رمز نرمز الى V. شلون نعرف كل واحدة من هاي الركائز إيش قد يجيها حمل على ضوء ما مسلط؟ طبعاً هنا راح نستفاد من نظرية الانثناء اللي أخذتوها في انثناء أو انحناء العتبات، نفس المبادئ العامة. أكو فرضيات هنا البايل كاب قبعة الركائز، راح نفترضها قبعة جاسئة ريجيد، يعني ما بيها فلكسيبيليتي مرونة، يعني إذا أرادت تتشوه بسبب العزوم المسلطة تتحرك كلها كجسم واحد. توزيع خطي للإزاحات مالت الركائز المكونة للمجموعة، و ردود الأفعال مالت الركائز اللي هي بمعنى آخر حصة كل ركيزة من اللود تتناسب مع الديفليكشن اللي يصير بالركيزة. وهنا أنا الحكي الديفليكشن مثلا خلينا نقول عبارة عام من نقول ساتلمنت، يعني الهبوط مالت الركيزة. المعادلة هنا قبل بالانثناء نحكي عن إجهادات، هنا راح نحكي عن قوى، يعني الـ P هاي مو سيجما قبل نسميها إجهاد ضغطي أو شدي، هاي يعتمد على الإشارات اللي راح نستخدمها. هنا الـ P هو اللود الواقع على الركيزة، أي ركيزة نريد نحسب لها، يعني هذا تطبقه لكل ركيزة تريد تحسب لها. طبعا مو لكل ركيزة، احنا عادة من ندقق نركز على البايلز الحرجة سواء بالسحب أو بالضغط. فهنا عندنا V over N، شون عندنا قبل نقول P over A الأكسيال ستريس ونضيف للبندنج ستريسز. هنا بما أنه إحنا حكينا بصيغة قوى راح نحكي فذاك الوقت الأريا راح نضرب بالأريا بالبسط، فتختصر الأريا هنا ما تظهر أريا عندنا بالمقام، يبقى بس عدد الركائز. بقى البيندينج ستريسز، الإجهادات غير المباشرة إن كانت ضغطية أو إن كانت شدية والناجمة عن موضوع العزوم المسلطة. يعني إحنا لو عندنا ماكو عزوم والحمل مسلط في مركز المجموعة، هذين الركائز كلها تجي لهن نفس القيمة لود، القوة المسلطة تقسيم عددهم. لكن إذا القوة المسلطة مو بالسنترويد زاحفة، أو أصلاً أكو عزوم مسلطة حتى لو كانت بالسنترويد، نستخدم هنا هاي المعادلة اللي هي حالة عامة هنا باي أكسيال مومنت، عزوم عندنا بالاتجاهين، قد يكون ما عندنا عزوم قلنا، أو قد يكون عندنا باتجاه واحد. المهم قبل أيضاً عندنا عزوم تدور حول محور معين، والتأثير يعتمد عن المسافة قد بعد عن المحور، شلون من كنا نحكي عن البيمز حسب الألياف، كل ما تبعد عن النيوترال أكسس محور التعادل اللي هو نفس السنترويدال أكسس كانت تزيد الإجهادات. فالمعادلة كانت MY over I كنا نقول، والY المسافة حسب الابتعاد عن نيوترال أكسس، وأقصى مسافة كنا نسميها C MC over I يصير. نفس المبدأ هنا مطبق، هنا العزم اللي يدور حول واي MY، العزم يدور حول واي، القوة تعتمد على بعد الركيزة عن محور واي اللي هو
احداثي سيني اللي هو اكس، يعني هاي لها اكس من هنا لهنا، والله هاي الاكس مالتها صفر، هاي الاكس مالتها من هنا لهنا، وهكذا. تأثير الثاني العزم ليدور حول محور اكس اللي هو هذا، الركائز تجيها قوه حسب بعدها عن هذا المحور، سواء هاي او هاي او هاي او هاي، فالاحداث ذاك الوقت يعتمد على واي، ايش قد مبتعدين بالاتجاه الشاقولي عن المحور اللي دا نشوف تاثير العزم ليدور حوله ام اكس، الركيزه حسب الواي مالتها يجيها اجهاد. المقامات هنا قاعد تشوفون مجموع احداثيات تربيع، سواء summation of xi تربيع or summation of yi تربيع، يعني كل احداثي ربعه ونجمعهم، هنا الاحداثيات السينيه، هنا الاحداثيات الصاديه. خل نشرح حاله ركيزه وحده ليش صارت احداثيات تربيع. احنا قبل كان عندنا ix، عندنا iy، ليش هذا صارت بدلالة المسافات تربيع فقط؟ نرجع شوية المادة الميكانيك الهندسي مع الصف الأول اللي درسوكم بيها موضوع second moment of area اللي هي التسمية الأصح، العزم الثاني للمساحة أصح من moment of inertia، عزم القصور الذاتي. المهم درسوكم شلون تطلعوها بالتكامل، وبعدين درسوكم شلون تطلعوها قوانين جاهزة لبعض الأشكال المبسطة، وبعدين أخذتوا فد شغلة يسموها الـ Parallel Axis Theorem، نظرية المحاور المتوازية. يعني إحنا علمونا نطلع الـ Second Moment of Area لشكل معين حول المحاور المارة المركزة. زين إذا نريد ننقل second moment of area من هذا الشكل حول غير محاور، أخذنا نظرية المحاور المتوازية. يعني مثلا هاي الركيزة مدورة، second moment of area مالتها باي دي اس 4 على 64، هذا قانون تذكروه، وأصلا هما بالبداية ممكن يشتقوا لكم يا بواسطة التكامل. المهم المومنت اوف انرشيا اللي متعودين نسميه، او قلنا التسميه الافضل سكند مومنت اوف اريا لمقطع الركيزه حول المحور المار بيها، خلينا نقول حول هذا المحور ولا هو نفسه حول هذا المحور، باي دي اس 4 على 64. زين اذا اريد هذا حول هذا المحور حول الواي، لازم تسوي اضيف له مساحه المقطع مال الركيزه زين مضروب في المسافة من هذا السنترويد إلى سنتر المجموعة، أو إلى المحور اللي نجمع حوله واي المار أيضا بالسنترويد مات المجموعة، هذا محور مار بسنترويد مقطع الركيزة، هذا المحور مار بسنترويد المجموعة. فإذا السكند موفمنت أوف إيريا بسبب بس هاي الركيزة يساوي باي دي أس 4 على 64 زائد الاريا في هاي المسافة تربيع اللي هي x تربيع مال هاي الركيزة. شايفين التجميعات xi تربيع مال كل المسافات الأفقية بعد ما نربحها نجمعها عن من؟ عن هذا المحور. من نجي نحكي هنا كل المسافات العمودية بين الركائز كل وحدة نربعها بعدها عن ال x axis الربعة ونجمعها. زين باي دي اس 4 على 64 مهمل، كلش صغيرون. زين غير انه احنا هو بعدين همنا راح يتقسم على الاريا، شو يبقى؟ يبقى المساحة مضروبة بالبعد تربيع. المساحة احنا راح نقسم كلهم، راح نقسمهم على المساحة. ليش راح نقسم على المساحة هنا؟ حتى تصير بدلالة قوة وليس بدلالة اجهاد. فالمساحة تروح تختصر، شو يبقى عندنا؟ يبقى بس البعد التربيع. بعد هذا الشرح المطول اللي رنا نفهمكم المبدأ أو ليش هذا اختلف بالشكل عن معادلات نظرية الانثناء، زين الاختلاف ناجم عن تقريب بسيط وهو إهمال الـ second moment of area with respect to centroidal axis of
cross-sectional area of the pile، واللي باقي عندنا بس مساحة في البعد التربيع. المساحة راح تختصر لأن هذا حتى نسوي قوة، كل هذا اني من شان الإجهادات ضربا بالمساحة تختصر من البص والمقام. فهنا أنا ماكو V over A وإنما V على عدد الركائز فقط، الأريا تختصر. وهكذا بقت شغلة الإشارات، شو وقت زائد شو وقت ناقص، هذا الموضوع هو يحكي نبي من أخذنا الأسس المعرضة إلى إكسنتريسيتي، ومن أخذنا الراف فاونديشن هو حكينا عنه. إحنا قلنا بالجيوتكنيكال إنجينيرينج مصطلحات الإشارات أو باللغة الإنجليزية ساين كونفنشن ناخذ الضغط موجب، فأي ركيزة نريد نحسب اللود مالتها نجي من نوصل التأثيرات مال إم واي ومال إكس نشوفه تأثيره يسوي حمل ضغطي لو شدي على الركيزة ونستخدم الإشارة. أما الـ V over N زين هذا كله ضغطي، أكو نانا عندنا كروس يعني هذا لود مسلط من الأعلى إلى الأسفل على المجموعة، فهذا إشارة ما بي إشارة، إشارة زائد ضغطي. بقى هنا الحكي نجي نباوع على MY. MY هذا الـ MY هذا الدوران بهذا الشكل، هاي الركائز الثنين يحاول يسحبها من القاع، فمن نريد نحسب اللود المسلط على هاي او على هاي ناخذ الاشارة السالبة لتأثير MY. هاي وهاي من نريد نحسب الاحمال الواقعة عليها MY يزيد الضغط عليها مال V over N، فناخذ الاشارة الموجبة. اما هاي وهاي بالنسبة للواي واقع بالنيوترال اكسس، فالمسافة مالتها هذين الركائز الاكس مالتهن راح يكون صفر، يعني ماكو تأثير لام واي عليهن. تأثير ام اكس ليدور حول هذا المحور، ام اكس كل الركائز الفوقانية من اي وحدة اللي نطلع اللود الواقع عليها نستخدم الاشارة الزائد الموجبة لأنه يسبب حمل ضغطي اضافي عليها، بينما كل الركائز اللي تحت محور اكس حسب اتجاه هذا العزم راح يسحبن من القاع، يحاول يسحبن من القاع. فعلى هاي وهاي وهاي من نريد نحسب اللود المسلط عليه الواي مالتهم راح تكون منا لهنا وتكون سالبة القيمة، يعني نستخدم مو نحط هنا سالبة، هنا منا بدال الزائد نحط ناقص تأثيرها سالب، مو تقول سالب في سالب وصل موجب، لا هذا التأثير زائد أو ناقص مال هذا ومال هذا حسب كونه شدي أو ضغطي على الركيزة المعنية. هاي البي نريد نطبقها تطبق الركيزة واحدة at a time، يعني في آن واحد القانون يطبق على ركيزة واحدة من المجموعة. الرسم والحكي مالتنا عرف كل الرموز، مع هذا نعيد بي total pile reaction يعني اللود الواقع أو رد فعل الركيزة الواحدة المعنية، اللود الواقع عليها ليش قال total؟ يعني بتأثير مختلف أنواع التأثيرات سواء المحورية أو الناجمة عن عزوم أو الانثنائية. يعني في مجموع الأحمال الشاقولية على المجموعة MX MY مجموع العزوم حول محور X وحول محور Y، شنو هذين المحاور؟ مو اعتباطية، المارة بمركز ثقل المجموعة طبعا حسب التسلسل MX MY، يعني هاي حول MX حول محور X، هنا عزم يدور حول محور Y. N عدد الركائز في المجموعة، small X small Y هاي المسافات مال الركائز عن المحاور. وهنا من نجي نحسب اللود مال ركيزة معينة الـ X والـ Y، يعني احنا دارين نحسب اللود الواقع على هاي الركيزة منا لهنا الـ X مالتها، منا لهنا الواي مالتها، وقلنا الإشارات يحددها حسب تأثير العزم سحبي أو ضغطي عليها. المسافة من مركز ثقل المجموعة إلى الركيزة المعنية summation of x i والواي i، هاي نجمعهن مال الكل، كل واحدة نربعها ونجمعها نسوي summation إلى i من summation من واحد إلى n، يعني كلها تنين شاملة. ها
هذا الموضوع مهم إذا نريد نشوف كل ركيزة ضمن المجموعة إيش قد واقع عليها لود ونقارنه بتحمله، نعرف إيش قد عندنا فاكتور أوف سيفتي بالنسبة للركيزة بصورة مستقلة. طبعاً بالنسبة للشكل اللي أمامنا قلنا هذا العزم يسبب الفوق كلهن ضغط يضيب لهن ضغط، وهذا يسبب هذين كلهن يضيف لهن ضغط، فمعناها أسوأ ركيزة هي هاي بأحمال الضغط. أعلى سحب يصير على هاي الركيزة، لكن still ال V over N هو ضغط، يجوز محصلته ما تطلع سالبة يبقى موجبة. إذا هاي موجبة راح تكون صغيرة، وهاي موجبة كبيرة هاي أسوأ وحدة نشيكها. إذا هذا والله السحب ما تأثير العزمين طلع أكبر من V over N، يعني صار محصلة سالب، نشيك هاي الركيزة بمقارنة المسلط مع T allowable حمل السحب المسموح وليس حمل الضغط المسموح، إذا المحصلة مال هذا كل الـ P طلعت سالبة. طبعا هاي بوقتها راح ينحل مثال واضح لكم او امثله حتى تعرفون حتى تتجسد التطبيقات هاي. الموضوع الاخير في هذا الفصل اسمه النيجاتيف سكين فريكشن، الاحتكاك السطحي السالب. ليش سالب؟ لان احنا اخذنا احتكاك سطحي موجب يشتغل ويانا، هاي بعدنا ما شرحنا من الاسم. الاحتكاك السطحي هنا اللي يشتغل على جزء من المساحة السطحية الجانبية هذا راح يكون يشتغل ضدنا، فسميناه نيجاتيف سالب او سلبي، وليس الاحتكاك السطحي اللي اخذناه سابقا بالرغم انه وسيلة احتسابه يعني شبيهة بذيجة. عند دق ركائز خلال طبقات طينية ضعيفة وصولا إلى طبقات ذات تحمل أعلى أو ذات طبقة أقوى، يعني اللي تنتهي بالأخير بها الركيزة، الحكي عن الركائز، سوف تخضع إلى أحمال متسببة عن احتكاك سطحي سالب إضافة إلى الأحمال الإنشائية يعني الجاية عليها من المنشأ العلوي. إيش وقت؟ If the ground settles، في حال هبوط التربة أو الأرض المحيطة نسبة إلى الركائز. يعني هاي الظاهرة تصير إذا التربة المجاورة تهبط أكثر من هبوط الركيزة. إحنا متعودين الركيزة بنسلط عليها لود تنزلق تنزل شوية، شو يصير؟ تشتغل إجهادات قصرية على المساحة السطحية الجانبية، ذاك بوزيتيف سكين ريزيستنس، وأكو تشتغل عند نهاية الركيزة وسميناها end bearing point bearing يم البايل تيب أو البايل بوينت. هنا يقول لك في بعض الحالات التربة المحيطة بالركيزة تنزل تهبط أكثر من الركيزة، أو قد الركيزة ما تهبط ولا شوية أو مقدار جدا ضئيل، فإذا التربة هبطت بنفس المبدأ تصير إجهادات قصية تشتغل على المساحة السطحية الجانبية بس تجر الركيزة لجوا إضافة إلى اللود المسلط عليها. إيش وقت تصير هاي الحالة؟ Such settlement هكذا هبوط ممكن أن يكون بفعل وزن دفن مضاف، هذا سبب، أو خفض الماء الجوفي هذا سبب ثاني، أو نتيجة تشوش الطين بسبب دق الركائز وخاصة أو على وجه الخصوص
الركائز ذات الإزاحات الكبيرة بالأطيان الحساسة، مؤدية إلى إعادة الانضمام مال من للتربة المشوشة تحت تأثير وزنها الذاتي. أعيد، السبب الأول حتى تهبط التربة نسبة إلى الركيزة ويصير احتكاك سطحي سالب إنه إحنا حاطين دفن ويصير بي consolidation settlement. هاي الحالة الأولى هي الأكثر شيوعا بالبصرة، إنه أنت عندك منطقة رطبة مشبعة مي وملح أو ناصية تريد توجه البناء مالتك أو تريد تطبب الآليات تطمس الآليات، مثل هاي المناطق من تطلع منها على السيطرة كأنك رايح للناصرية على السريع. أكو مناطق تشوفها كلها مغرغرة مي وملح، هاي ما تقدر تطبيها آليات، فلازم تدفنها أول مرة. وغالبا عندنا هنا يعني مواقع تندفن متر مترين هالشكل، هاي قبال الجامعة خصوصا هاي المناطق غالبا تندفن قبل ما يبنون بيها، فأنت يدفنوها. الدفن عبارة عن لود، ما حد ينتظر الكونسوليديشن يخلصك، واحد ينتظره ورا اسبوع مثلا طبت الاليات دقت الركائز. بهيجي حاله الكونسوليديشن سيتلمنت بعدها ما كامله، اللي هي مثل ما تعرفون هي تايم ديبندنت، يعني مع الزمن تحصل. فمن يصير الكونسوليديشن سيتلمنت بالتربه اللي اصلا كانت ضعيفه طينيه ضعيفه وينزل الدفن، راح يجرون الركيزه وياهم اللي جوا، تصير هذه الظاهره. الحالة الثانية قلنا إذا الووتر تيبل نزل الإفكتيف ستريسز يزيد. ليش؟ لأن المي يشيل ضغط U بور ووتر بريشر، تنزل مستوى الماء قل بور ووتر بريشر، يصير كونسوليديشن سيتلمنت بدون ما تحمل أنت الإفكتيف ستريسز لأن يزيد. الحالة الثالثة اللي هي أندر التربة الطينية الحساسة، ومصطلح الحساسية أخذته ونعيده هسه بدون تعريف مال المعادلة. تربة حساسة يعني من يصير بها ديستربنس تفقد هواي من الشير سترينك مالتها، رأسا تهبط هبطة كبيرة الشير سترينك مالتها. فإذا عندك ركائز ذات إزاحة عالية، شنو ذات إزاحة عالية؟ يعني مثل ركائز المصمتة، ركيزة مسبقة الصبغة عندك. شنو الركائز ذات إزاحة قليلة؟ مثلاً H pile مقطعها صغيرون ما يأخذ هواي حجم، أو board pile حفر وصب موقعي، هاي كل شيء ما سبب إزاحة. أما الركائز المصمتة اللي نجيبها وندقها تشغل حجم التربة الطينية يصير بيها disturbance، يصير بيها تشوش ويصير بيها هيب تصعد من الدقة الركيزة اللي بصفها، التربة يصير عندها مثل الانبعاجات، التربة تصعد. هاي الانبعاجات تحت تأثير وزنها الذاتي يصير بها consolidation وبالتالي يسبب هذه الظاهرة. طبعا نرجع ونقول بالبصرة، يعني مثلا أنا من عندنا المكتب الاستشاري ناخذ إجراء site investigation لموقع معين، من أهم الأشياء اللي أسأل عليها أنه هل تم دفن الموقع هذا وقبل شقد الدفن. إذا الدفن recent يعني حديث، اخذ هذا الموضوع بنظر الاعتبار في حسابات تحمل الركائز النيجاتيف سكن فريكشن. نجي على اللود اللي ينتقل الى جسم الركيزه بواسطه هذه الظاهره، يعتمد على من؟ اكيد يعتمد على الماده مال جسم الركيزه المصنوعه مالتها، بايل ماتيريال. كل ما البايل أخشن المادة السطح مالتها زين ممكن يصير فريكشن أعلى. نوع التربة، تربة يعني إذا التربة قوية يعني مو ضعيفة وما يصير بيها انضمام يسوى، ما نأخذ هاي الظاهر بنظر الاعتبار. تربة سوفت سويل، سيلت كلي سيلت سوفت يصير بها. مقدار ومعدل الإزاحة النسبية بين التربة والركيزة، طبعا أكيد قد فرق بالإزاحات وسرعة حصولها، ريت يعني إن شاء الله بها زمن، ساعة
سرعة حصول الإزاحة النسبية بين الجسمين. شنو نسبية؟ يعني إذا الركيزة والتربة المجاورة اثنينهم ينزلون نفس المقدار ماكو نيجاتيف سكن فريكشن. شلون أنت صاعد بسيارة وبصفك تيجي سيارة تمشي بنفس السرعة، واحد يشوف الثاني واقف ما دا يمشي. فهنا نريد نحكي عن إزاحات نسبية، هذا إيش قد يتحرك، هذا إيش قد يتحرك. الفرق بين الإزاحتين هي الإزاحة النسبية. فمقدار الإزاحة النسبية ومعدل حدوثها مع الزمن يأثر على القوة المتولدة. بعد إلاستيك كومبريشن، الانضغاط المرن للركيزة تحت الحمل العامل. يعني كل ما الوركينج لود يسبب انضغاط مرن بجسم الركيزة أكثر، الإزاحة النسبية تقل بين الركيزة وبين التربة، فتصير هاي الظاهرة تأثيرها أقل. evaluation of negative skin friction، شلون نقيمه، يعني شلون نحسب مقدار النيجاتيف سكن فريكشن. اذا تشتغل على ركيزه منفرده Q، هاي قوه سميناها NS negative skin. مثل البوزيتيف اكو تكامل على الطول اللي تشتغل عليه، اكو FS اجهاد قصي، اكو محيط الركيزه DZ. يعني حتى يصير التكامل على من ذاك الوقت محيط دي زد على الال صارت مساحه سطحيه جانبيه، ينضرب باف اس اللي هو اجهاد قصي تصير قوه. وسبق انه قلنا التكامل اذا اكو داله مستمره تصف خصائص التربه او مقطع الركيزه، اما اذا كانت القيم ديسكريت متقطعه الانتجريشن يصير سميشن ذاك الوقت. بالنسبة إذا نشتغل على جروب كاملة مجموعة وتتأثر، يعني متقاربة ركائزها، مو تقول كل ركيزة تشتغل ببعضها، أكو معادلة شوية كونزيرفاتيف. شنو كونزيرفاتيف؟ يعني محافظة. شنو يعني محافظة؟ زين يعني شوية رايحة زايد بالأمان. شنو يقول؟ يقول لك أنت إذا صار الانزلاق مالت التربة تهبط نسبة إلى الركائز على محيط المجموعة، فالتربة اللي صايرة بين الركائز تبقى مشلبة بالركائز، فبهيجي حالة وزنها ينضاف لهاي القوة. فذاك الوقت شو يسوي؟ هنا يستخدم محيط المجموعة P2 مو محيط الركيزة، والاف اس اجهاد قصي على محيط المجموعه يشغل، يضيف لوزن التربه المحشوره بين الركائز، وهذا كله يرجع يقسمه على عدد الركائز بالمجموعه حتى يطلع كل وحده ايش قد يجي لها هاي القوه. طبعا هاي القوه قلنا تشتغل ضدنا، شلون ندخلها من نريد نطلع كيو الاوبل. قبل كيو الاوبل مثلا نقول كيو التيميت تقسيم معامل أمان. هسه شو يسوي؟ يقسم قابلية التحمل القصوى للركيزة تقسيم معامل أمان، وهاي القيمة يطرح منها هاي القوة المتولدة بسبب الاحتكاك السطحي السالب. شيء مهم هنا، هاي القوة تستخدمها كلها، ما تجي تحطها كيو ألتيمت ناقص كيو إن إس بالبسط وتقسمها النوب على معامل أمان. هذا شيء يشتغل ضدنا، ما تقسم على معامل أمان، هذا تجيبه كله وتشغله ضدك، تطرحه من قابلية التحمل المسموحة. الكيو ألتيميت لأحمال الضغط من تحسبها كل منطقة بيها نيجاتيف سكن فريكشن بعد ما تشغل بيها بوزيتيف سكن فريكشن. البوزيتيف سكن فريكشن يشتغل بالمناطق اللي ما بها هذه الظاهرة، وعندنا end bearing or point bearing. هاي أي منطقة تشغل عليها negative skin friction ما تشتغل عليها positive skin friction. بعد ملاحظ، احنا قلنا هذا الـ FS هو اجهاد قصي، ونعرف الاجهاد القصي بـ adhesion
وبي فريكشن. لكن بالتراب الضعيفة اللي دا يصير بيها كونسوليديشن، تراب الضعيفة على المدى البعيد يعني من يصير درينج، من يصير كونسوليديشن، هنا أنا ماكو أن درينج الشغلة، على الدرينج كونديشن نشتغل. من يصير كونسوليديشن يعني صار ديسيبيشن بالإكسس فور ووتر بريشر. فإذا الشغل على الدرينج باراميترز أو الإفكتيف باراميترز، التربة الطينية الضعيفة، الدرينج كوهيجين اللي ينضرب بألفا ويصير أدهيجين عادة يصير قريب من الصفر. فحتى بالتربة الطينية الضعيفة اللي يصير بها كونسوليديشن وتسبب هذه الظاهرة، احنا ناخذ زاوية احتكاك فعالة والأدهيجين ماكو، لأن الكوهيجين راح يكون صفر. فاف اس يساوي هاي مركبة تلاصق، مركبة احتكاك، مركبة التلاصق اللي هو ادهيجن، تلاصق بين التربة والركيزة في ظروف البزل يساوي تقريبا صفر للنورمالي كونسوليديتد كلاي. وعادة التربة الضعيفة اللي يصير بها كونسوليديشن لاني هي تكون نورمالي كونسوليديتد كلاي. دلتا اي زاوية احتكاك بين التربة وبين بالدرين كونديشن طبعا وبين الركيزة، هاي معرفيها سابقا السوالف، بس صار عبيهن برايم P1 محيط الركيزة، P2 محيط المجموعة، N عدد الركائز بالمجموعة، L هذا المزج اللي هي حد التكامل، هذا الطول يعني العمق اللي تشتغل عليه أو يؤثر عليه هذه الظاهرة أو الاحتكاك السطحي السالب اللي هو راح يكون جزء من طول الركيزة في طبقات معينة فقط. W عرفناها وزن كتلة التربة أو بالأحرى بقوسين الدفن اللي صايرة لي فوق، الممسوك بين الركائز أو المحصور بين الركائز يصير حمل إضافي على الركائز. QNS القوة أو الحمل الناجم عن الاحتكاك السطحي السالب، الحمل عفوا الأقصى الناجم عن الاحتكاك السطحي السالب، واحنا نمشي عليه قلنا هذا ما نسوي على أبل، ما نقسم على رقم، يعني تري ذا تقول انا ها قسم على رقم اعتبره في واحد. قبل ما يلا بعدين نروح على الرسم نوضحها مره ثانيه حتى نسوي مراجعه على الرسم بالاخير. احنا حاطين هذا واحد اسمه بيرم اقترح قيم للمعاملات التي تستخدم في حساب النيجاتيف سكين فريكشن، وهاي رغم قدمها لحد الان تشتغل وتجيب نتائج زينه، انا اشتغل عليها بالاغراض الاستشاريه. تريد نعطيك معامل دفع التربه الجانبي وزاويه الاحتكاك بين الركيزه والترب بانواعها، هذا التراب الضعيفات اللي يصير بها انضغاطيه وتسبب هذه الظاهره، نعطيك قيم. تريد هذا كلها نعوفن رابط لك اجهاد القص اللي يشتغل على المساحة السطحية الجانبية في الطبقات اللي تصير بها نيجاتيف سكين فريكشن، رابطه بالإجهاد الفعال العمودي في منتصف الطبقة الأفرج إجهاد، هذا نفسه اللي تستخدمه بالبوزيتيف، ومباشرة هذا ربطه بالإفكتيف بالأفرج فيرتيكال إفكتيف أوفر بردن بريشر، هاي أنا أستخدمها بالأغراض الاستشارية، يعني تحريات إذا جابت لنا تربة طينية أو بيها سلت مرات رأساً أروح على الربع سيجما فيرتيكال برايم هذا الـ FS. إذا والله الظروف تختلف طين بلاستيسيتي لدونه منوعة طبعاً والبلاستيسيتي لو أو هاي أو يعني متوسطة اللدونة يعتمد على بلاستيسيتي إندكس، أكو عندكم تصنيفات البلاستيسيتي اندكس إذا قد قيمته 10 بالعشرين أكثر يصنف لك أنت بيا نوع من أنواع الكلي. بلاستيسيتي اندكس تساوي ليكويد ليميت ناقص بلاستيك ليميت ماخذي في ميكانيك التربة، هاي قيم تستأنس بيها شلون نقلص تأثير هذه الظاهرة. هناك يقول لك
بعض الطرق طورت أو اقترحت لتقليل الاحتكاك السطحي السالب على الأسس العميقة. هذه الطرق تتضمن، يعني من ضمن هذين جزء أكو بعد أكثر، إحنا آخر وحدة طبقيها، يعني أنا شفتها بعيني بالبصرة مرة طبقناها. الطريقة الأولى يقول لك استخدم ركائز تعطي مساحة سطحية جانبية قليلة مقارنة مع المساحة مال الارتكاز. أوكي، تريد تحمل عالي أنت وما له علاقة، ما تأثر على النيجاتيف سكين فريكشن، بالأخير سيد مقطع الركيزة. شلون هاي الركيزة الجالسة رويناكم إياها، دايمتر كبير، إند بيرنج يصير عالي، وبتمشي خلال الطبقات الضعيفة تكون جسمه يعني محيطها قليل، وبالتالي ينعكس على المساحة السطحية الجانبية تصير قليلة، ومن تضرب الاف اس هذا النيجاتيف سكين فراكشن تصير اللود مالتها قليل. الثانية، الطريقة الثانية يقول لك يتم دق الركائز داخل مغلف كيسينج، كيسينج شنو؟ بوري اكبر من الركيزة. زين، راح يصير بين البوري وبين الركيزة فضاء. زين، شو نسوي بالفضاء اللي بين الركيزة والمغلف؟ يتم ملئه بمادة لزجة، يعني احتكاكها قليل حتى يموت الاحتكاك بين التربة الأصلية وبين جسم الركيزة. وطبعا الكيسينج شوية شوية ينسحب، فصير عندنا تربة بالخارج ومادة لزجة. هاي المادة تقلل الاحتكاك بين التربة والركيزة، وإنه بتجي الركيزة بالداخل. الطريقة الأخرى والعملية والمستخدمة هنا عندنا في بعض الحالات، مو دائما يستخدموها، ممكن هو يحسبها ويقلل تحمل الركيزة ويفضها. طلاء الركائز بمادة قيرية هم هدفها تقليل الاحتكاك، يعني ممكن تجيك الركيزة مطلية بفلينكوت مثلا، ومو طبعا مو كل طولها، المنطقة اللي تريد تشغل بيها بوزيتيف النيجاتيف بوزيتيف سكين فريكشن يعني يشتغل ويانا، نتوقع يعني هذا العمق تخلص هاي الظاهرة، هاي ما نصبغها، نصبغها الركيزة بس بالمناطق أو ضمن الأعماق اللي بها طبقات قد تسبب لنا هذه الظاهرة. طبعا هنا أنا أكو رسم يعني توضيح إضافي، هذا دفن خالي، إحنا هاي تربة ضعيفة، دفننا الموقع والنوب، جينا دقينا الركائز وحملنا كونسوليديشن بعد ما كملان من هذني كونسوليديشن. ليش؟ بسبب حمل الدفن. واي ناس عبالهم ان يحط تربة يعني هي مو لود، تربة هم لود، يعني مو لك تحط كونكريت اساس يعني لود. واي مشاريع يعني واجهتني بالبصرة انه الدفن يعني ولا يحسبه من يضيفه على المنطقة ولا يحسب انه هذا راح يسوي ستلمنت. فهذا الدفن اذا حديث، يعني حديث شنو يعني؟ يعني كونسوليديشن مال هاي بعدها ما كاملان الطبقه الضعيفه. زين، فمعناها هاي اذا ضغطت الدفن ينزل، وهي تنزل تسوي اجهادات على المساحه السطحيه الجانبيه باتجاه الاسفل مثل اتجاه اللود. هاي الطبقه قويه طابه بها الركيزه، لا ما تتاثر، الظاهره تنتهي هنا، وهنا الاسهم من جوا لفوق بوزيتيف سكن ريزيستنس، وهنا الاند بيرنج اللي ايضا يشتغل وياه. يعني اشكر لكم حسن اصغاركم المحاضره.